كذلك نؤمن بأن لله تعالى وجها موصوفا بالجلال والإكرام، ولقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجه الله عز وجل صفة من صفاته، لكن هل هو صفة معنوية أو صفة فعلية أو صفة خبرية؟ طيب نشوف، هل هو صفة خبرية أو صفة فعلية أو صفة معنوية؟ الأول تمام، لأن بعض الناس يأخذ بالأخير، نعم، ويقول الضمير يعود على أقرب مذكور، وهذا غلط. نقول الوجه صفة خبرية ما هو معنوية ولا فعلية. فما هو الضابط في الصفات الخبرية المحضة؟ قال الشيخ الإسلام رحمه الله: من صفات الله تعالى ما مسماه أبعاد لنا وأجزاء لنا. الوجه مسماه بالنسبة لنا إيش؟ بعض. اليد كذلك، هذه صفات خبرية محضة العقل لا يدركها، ولولا أن الله أخبرنا عنها ما علمنا بها، وليست معنوية أيضا حتى بعد أن أخبرنا بها، ما هي معنوية، بل هي صفة نظيرها نظير مسماها إيش؟ أجزاء وأبعاد. وهذا هو الفرق بيننا وبين قول من يقول المراد بالوجه الثواب. قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي ثوابه، فحمل الثواب ما لا يحتمل. هل الثواب موصوف بالجلال والإكرام؟ أبدا، لا يستحق هذا الوصف إلا وجه الله عز وجل. إذن نؤمن بأن لله وجها حقيقيا، ولكن لو سئلنا عن كيفيته، أمستطيل هو أو مستدير أم مربع أو مدور أو ما أشبه ذلك، إيش نقول؟ نقول الله أعلم. أمستطيل هو أو مستدير أم مربع أو مدور أو ما أشبه ذلك، إيش نقول؟ نقول الله بيته. أمستطيل هو أو مستدير أم مربع أو مدور أو ما أشبه ذلك، إيش نقول؟ نقول الله أعلم. ولا يحل لنا أن نتكلم بهذا إطلاقا، بل نقول له وجه يليق بجلاله وعظمته، نؤمن به لأن الله تعالى أخبرنا عنه ووصف به نفسه، ولكننا لا نتعرض لكيفية لأنه لا إحاطة لنا بذلك. طيب، قال: وجه ربك ذو الجلال. ذو الجلال أي ذو العظمة والإكرام، منه للناس أو من الناس له؟ نعم، الوجهان. فهو مكرم لعباده المطيعين له بالثواب، وهو مكرم من عباده الذين يعبدونه ويتذللون له. فالإكرام هنا مصدر صالح لأن يقع من الله لمن يستحق الإكرام، أو من العباد لله عز وجل وهو أهل الإكرام. فإن قال قائل في آية أخرى في السورة سورة الرحمن: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فلماذا قال ذي الجلال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فمع حلقة جديدة من تجسيم الشيخ ابن عثيمين في حديثه عن صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. هل الله سبحانه وتعالى يوصف بالوجه الحقيقة؟ الله جل جلاله أخبر بقوله: كل شيء هالك إلا وجهه. هل أنتم تنفون الصفة أيها الأشاعرة فتقولون الله ليس له وجه؟ لا، ولا يوجد أشعري واحد في العالمين يقول ذلك.
إذن علمونا في المدارس أن الأشعرية يقولون في مدارس الوهابية أن الأشعرية ينفون الصفات وينفون صفة الوجه، هذا غير صحيح، غشوك وخدعوك ولبسوا عليك. لا يوجد أشعري في الدنيا يقول الله ليس له وجه. أما يوجد في الأشعرية من يقول الله ليس له عضو اسمه الوجه، ونحن منهم، لأن ننفي عن الله جل جلاله الأجزاء والتركيب والتبعيض الذي هو من صفات الكائنات. فالمبعض لا يصلح أن يكون إلها لسبب بسيط جدا، فكر معي قليلا، وإن قالوا لك يمنع التفكير، قالوا لك أنت إذا فكرت ستقدم عقلك على كتاب الله، لكن معي سامحني هذه المرة وفكر معي قليلا. إذا قلنا بالأعضاء والأبعاد لله سبحانه الأجزاء وهي لم ترد أصلا، ها عندي احتمالان، لنقول مثلا يد أو يدان متعددة، وساق أو ساقان إذا كان وهابية أثبت الثانية لا أدري، أو وجه حقيقي كما يقول الوهابية، أو عينان حقيقية كما يقول الوهابية. سؤال بسيط جدا، هذه اليد التي هي جزء من إلهكم الذي تعبدونه هي إله أم ليست إلها؟ وتلك العين واحدة منهما مثلا أو اثنتان إله أم ليست إلها؟ ليس لك إلا واحد من حلين، إما أن تقول هي إله إذن أنت تعبد آلهة ليس إلها واحدة، لأنه عين عينان صار اثنان، ويدان ها، وساق أو ساقان لا أدري حسب ما، لأنه كل يوم تولد أشياء جديدة، القديم أعرف أنه الساق، أما ساقان لا أدري، لكن لعله قال بعضهم لا أدري لا أدري، لا أتهمهم ولا أظلمهم، انتبهوا جيدا حتى لا يقولوا انظر يثبت إلي يقول عنا ما لم نقل، لا ما أقول هذا. الآن هذا العضو إله أم ليس إلها؟ قلت إله، تمام، إذن أنت تعبد آلهة متعددة لا محالة. والله تعالى يصرح بالصريح المريح في أوضح آية من كتابه عن ذاته العلية، يقول قل هو الله أحد الله الصمد، إذن الله أحد، يعني تنفي التعدد من جميع الجهات، تعدد التبعيض الذي جزء له كله أجزاء ممنوع لأن هذه الأجزاء متعددة، والله تعالى يقول قل هو الله أحد، أو تقول إنها ليست إلها، إذن هناك جزء من الإله ليس إلها، وهذه الأجزاء جميعا كل منها ليس إلها، ولن يكون إلها إلا إذا تركب من هذه الأجزاء، فهو ناقص محتاج إلى هذا التركيب، ثم هو مخصص، هناك من خصصه أو خصص نفسه فيكون دور، أو خصصه غيره فيكون تسلسل. إذن باطل جدا أن يكون الله له أبعاد. تعرضنا لهذا الموضوع مرات صحيح، وتكلمنا عنه في حديثنا عن المجسم مصطفى العدوي. الآن ماذا يقول الشيخ ابن عثيمين؟ يقول لا يستحق هذا الوصف تسجيل ورد إلينا، والكلام مستفيض في كلام الشيخ ابن عثيمين، ويقول ماذا؟ إذا نؤمن بأن لله وجها حقيقيا، ولكن لو سئل حقيقيا، لاحظ ليس مجازيا، ليس مجازيا يعني حقيقي لا محالة قطعا، ولكن لو سئلنا عن كيفيته، ما الكيفية التي ينفيها ابن عثيمين؟ ما هي المحتملة لكنه ينفيها؟ لا ندري، لأنه لا يدري. أمستطيل أو مربع أو مدور أو ما أشبه ذلك، إيش نقول؟ نقول الله أعلم، لا ندري، يعني قد يكون واحدة من هذه وقد لا يكون، وقد يكون شيء آخر، لكنه لابد أن تكون هو عضو. لم يقل هو عضو، لأنه عندي مشكلة مع قوم ظاهرية، يقول هو لم يقل هو عضو، لم يقل، لكن هذا معناها. نقول الله أعلم، ولا يحق لنا أن نتكلم بهذا إطلاقا، بل نقول له وجه يليق بعظمته، طبعا قبل قليل قال وجها حقيقيا،
يليق بعظمته نؤمن به لأن الله أخبرنا عنه ووصف به نفسه، ولكن لا نتعرض لكيفيته. ما الفرق بين هذا وبين أهل السنة؟ لابد أن نبين. أهل السنة نفوا التبعيض عن الله سبحانه والتجزئة، ونفوا الكيفية مطلقة. قال مالك رضي الله عنه فيما صح عنه: والكيف غير معقول، يعني لا يعقل أن يوصف الله بكيف. الرواية التي يستدل بها الوهابية والكيف مجهول رواية ضعيفة تخالف باقي الروايات الثابتة عن الإمام مالك، والحادثة واحدة. ولو صحت رواية الوهابية هذه، افرض أن صححها بعض أن بعضهم صححها، فهي مردودة إلى تلك الروايات. الكيف غير معقول، يعني لا يعقل أن يوصف الله بكيف. الوهابيون يقول لا، يوجد كيف، وكل احتمالات المذكورة أو غيرها لا ندري. بعضهم سمعته منه يقول أحمر أخضر لا أدري. ها، فإذا عند الوهابية كيف موجود لا محالة. ما معنى كيف؟ لاحظ جهل معقولات. ما معنى كيف؟ يعني الأعراض تسعة، يعني المخلوقات هذه لها صفات تسعة، وعاشرها هو الجسم الذي الجوهر. الجوهر هو الجسم، يعني مادة الجسم الأولى، وصفاته اللون الطول العرض كذا، هذا اسم أعراض، منها الكيف. إذن الكيف عند أهل السنة ممنوع تماما. لماذا؟ لأنه من صفات المخلوقات، وبه قال مالك رضي الله عنه: والكيف غير معقول. الشيخ ابن عثيمين وأمثاله يقول يوجد كيف لكن لا نعلمه. طيب ماذا قال السلف؟ السلف قالوا أمروها كما جاءت، لا تتكلموا فيها. يجب أن تقول إذا كنت تتبع السلف تقول ماذا؟ آمنا به كل من عند ربنا. السلف ماذا قالوا؟ قال نقطع بأن الظاهر غير مراد، فهذه النصوص لا تفسر، ليس لك أن تخوض في تفسيرها. لكن وجدنا بعض السلف كالإمام البخاري كلامه فيها يشبه كلام الخلف، وهو ماذا؟ تأويلها بلسان العرب، لأنك لو حملت على ظاهرها سيدل على فناء باقي الصفات الموهومة حتى عند الوهابية، يعني كل شيء هالك إلا وجه. طيب باقي الصفات شيء أم ليس شيئا؟ شيء. كلها تهلك ويبقى الوجه، هذا كلام يبطل أساس الإسلام. فجاء الإمام البخاري رحمه الله وقال إلا ملكه، إلا هذا الشيء يستحيل على ظاهره. نازع الوهابية هذه من قول البخاري أم من قول غيره؟ على كل حال افرض أنها من قول غيره، كيف يذكرها البخاري رحمه الله؟ ومن غيره؟ يعني أئمة السلف الذين ينقل عنهم في قواعد البحث العلمي الأولى. لا يجوز لك أن تثبت شيئا في كتابك إلا إذا كنت معتمدا له، فإذا أردت الرد عليه ترد عليه. فإذا البخاري أول هنا. علماء المتأخرين يعني بعد القرن الثالث أو في نهاياته ومع بداية الرابع يسمون الخلف، هؤلاء قالوا هذه النصوص تفسر على القانون العربي في الخطاب، لأن القرآن ألزمنا بهذا القانون. وقد جاء وصف ما ليس له وجه بالوجه في كتاب الله. قال الله تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بل بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. إذن وجه النهار، يا أخي النهار له وجه، أرني وجهه. هذا شائع في لسان العرب، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، يعني المطر بإجماع المفسرين. ورحمة الله لها يدان، لماذا لا تحملها على ظاهرها؟ رحمة ولها يدان، رحمة ولها يدان. رحمة الله تعالى هنا المطر. إذن طريقة الخلف
تتفق مع طريقة السلف في أنه تأويل إجمالي. هذا التسجيل إن شاء الله للشيخ ابن عثيمين حتى لا يحصل قيل وقال، سنثبته في التعليقات أو ربما ندخله في ذات التسجيل، وإن شاء الله سنأتي بكلام الشيخ ابن عثيمين من كتبه كما هو. طبعا يصرح بهذا الكلام، لا يقول أين قال ومتى قال، سنأتي لك بالكلام واضحا ويثبت إن شاء الله في هذا التسجيل أو في التعليقات إن شاء الله تعالى. ولكن كلام الشيخ ابن عثيمين ما هو؟ يقول مستطيل، مدور، مربع، كذا، يعني تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. اتفق السلف والخلف على أن الظاهر غير مراد، اللي هو عضو غير مراد للوازم التي قلتها. طيب ما معناه السلف يسكتون ولا يفسرون ويقولون أمروها كما جاءت، لا يقولون كما يقول المجسمة كابن عثيمين وغيره، إنما يسكتون عنها ويقولون أمروها كما جاءت. وهذا هو يعني المناسب لمقام العجز عن وصف رب الله، عن وصف رب العزة جل جلاله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.